السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وضيفتنا لهذه الحلقة السيدة والدكتورة نعم حافظ الدجاني من صيدلية نيبال ومن منبر قناة جوسات الفضائية الأردنية. سعادة الدكتورة نعم حافظ الدجاني، بالبداية مساء الخير. مساء الخير. أنت أشهر من أن تعرفها في صيدلية نيبال في منطقة عمان جبل الحسين. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر عن بطاقة شخصية، من هي الدكتورة نعم حافظ الدجاني؟ تفضل. أنا صيدلانية، ولد في يافا. نعم. و48 هاجر الأهل إلى الأردن، بلدنا الأول والثاني هلأ. نعم. ودرست في مدارس الحكومة وتخرجت وانتقلت بالتوجيه إلى الكويت مع الوالد. الوالد كان مفتش وزارة التربية والتعليم. نعم. وكان بهمه كتير تعليمنا، وإحنا يعني عائلة ما شاء الله كبيرة. عندي 8 إخوة شباب وخمس معي 5 بنات. نعم. وكنا الحمد لله خريجين جامعات ودرسين، كنا برا أسرة واحدة. الله يخليكم لبعض. الوالد كافح كتير، هو الوالدة لتعليمنا. الله يخليكم لبعض. سعد الدكتورة نعم حافظ الدجاني، لك الباع الطويل في صيدلية نيبال وأيضا أفنيت العمر الطويل في هذه الصيدلية كصيدلانية. سعد الدكتورة، نتحدث عن قصة نجاح هذه الصيدلية، صيدلية نيبال. نتحدث عن تأسيسها وقصة نجاحها. هي تأسست في 1983، وبدأت أنا يعني كنت مع أشتغل في الكويت. نعم. مع زوجي وولادي كانوا معي هناك. فبعدين 86 جيت على الأردن. نعم. كنت حاطة يعني صيدلي ومساعدين يشتغلوا فيها، فوجدت أنه أفضل أنا أراعيها، وانتقلت الحمد لله إلى الكويت. من الكويت إلى الأردن 86، وداومت فيها، وكان معي زميلي المساعد جمال. نعم. وكان في كمان كذا شخص، بالنهاية استغنينا لأنه كانت إمكانيات الصيدلية أولها ضعيفة. كان عملهم بيعمل مشروع جسر الورد داخلية ونفق. نعم. فكان الإقبال، كانت الأمور صعبة صعبة جدا يعني، عانينا، ولكن الحمد لله الصبر مفتاح وفرج أكيد، وربنا فرجها علينا وتيسرت الأمور إن شاء الله. والحمد لله إن شاء الله دائما التقدم والنجاح. سعد الدكتورة نعم حافظ الدجاني، نتحدث الآن عن خدمات هذه الصيدلية، صيدلية نيبال. الحمد لله، الفضل الله سبحانه وتعالى. أنا يعني بداوم فيها، نقدم خدمات للجمهور، وبهمني كتير، بركز كتير على إنه المريض لما يدخل عندي يطلع فاهم كيفية استعمال الدواء وكيف يتعامل يعني بدقة فيه، وبحاول إني أشرح لهم قدر المستطاع. في كتير بيجوا بيسألوني لأنه بكونوا عند الدكتور مثلا، الدكتور ما عنده وقت يشرح لهم كل شيء. نعم. فبيجوا عندي بيسألوني، فأنا بوضح لهم بعض الأمور. نعم. هل نتحدث عن أبرز الحالات دكتورة نعم اللي بتواجهها المواطنين في هذه الصيدلية؟ والله الحمد لله للآن يعني ما حدثش أي، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ما حدث أي مشكلة معي مع أي مريض أو. نعم. مع أي من الدكاترة اللي حواليا. نعم. وأغلبيتهم إحنا هلأ حاليا يعني، قبل كانوا نفس المحدودين يعني، ولكن هلأ مع انفتاح اللي إحنا بنقولها العلاج السياحي. نعم. فصار يجينا من السعودية ومن الكويت ومن البحرين وقطر وليبيا، وكان سوريا لغاية الحرب. جميل. بسوريا قامت الحمد لله. يعني أنا متعاونة مع الكل. نعم. مع المرضى ومع هذا. يعني هل يوجد تعاون بين الطبيب والصيدلي؟ أنا بالنسبة إلي إنه لا، ايش بيجيني بس ما في اي تعاون او احتكاك مباشر. نعم. جميل. مع الدكاترة. نعم. سعد دكتورة نعم حافظ الدجاني، تحدث عن توريد هذه الادوية من اين؟ والله احنا انا باخذ من المستودعات او من السب ايجنتس اللي هم معتمدين من وزارة الصحة. نعم. جميل. اي شيء غير ذلك. هل يوجد تعاون بين وزارة الصحة وايضا غذاء والدواء ونقابة الصيادلة مع صيدلية نيبال؟ هو بيجينا احنا تفتيش من الصحة، وبيجينا من الغذاء والدواء، بفتشوا علينا وبشوفوا كيف امور الصيدلية ماشية، اذا في اي مخالفات، اذا في اي شيء يعني. اذا احيانا بكونوا مفتشين يعني، معظم الاحيان بكونوا لطيفين، واحيانا بكونوا شوية صعبين. ف يعني بوجهونا يعني مثلا هذا غلطة، بس الحمد لله الحمد لله الان انا ما صار عندي اي مشكلة. الحمد لله رب العالمين. شو بتحب توجه لهم رسالة للتعاون دائما مع الصيدليات قطاع الصيدلة في الأردن؟
والله شوف انا بقول لك يعني اذا بدي الوم حدا انا ما بلوم الا نقابتنا. نعم. اللي هي نقابه الصيادله. اللي هي نقابه الصيادله. احنا كصيادله وقدامه يعني. نعم. والحمد لله تربينا على الامانه بالعمل، ما في عندنا مواربه ولا في عندنا هذا. طب بس يعني النقابه كثير مهمه بحقنا. نعم. شو المشكلات والمعوقات اللي بتواجه صيدلية نيبال من نقابة الصيادلة؟ يعني خليني اقول لك، يعني احنا كصيادله رحنا درسنا وتعلمنا وتعبنا. نعم. وبنتعامل الحمد لله الحمد لله الحمد لله بامانه. نعم. يعني النقابه ما هي مراعيه ولا وزاره الصحه حتى بتنتبه. نعم. في عندك دكاتره مثلا الدكتور درس حتى يكون دكتور. نعم. مش يكون دكتور وصيدلي. نعم. فاحنا يعني هون بنعاني انه مثلا في دكاتره بيبيعوا الادويه للمرضى. نعم. واحنا هذا بنعاني. الدكاتره بيبيعوا الادويه للمرضى. بيبيعوا الابار، بيبيعوا اشياء، يعني بيجي المريض حامل دواء بيقول لي هذا شريته من عند الدكتور. يعني ما في رقابه ابدا. ما بعرف الوزارة يعني لمين بدنا نشكي. يعني نقيب لا يوجد عندكم الان. احنا نقيب ما من هو في نقيب كانت نفس المشكله. نفس المشكله. نفس المشكله. يعني شو الحلول بوجهه نظرك سعاده الدكتور؟ الحلول لما شوف الحلول انه النقابه يجيها نقيب او يكون اعضاء نقابه حازمين بالنسبة ويأخذوا لنا حقوقنا كصيادلة. أكيد. عرفت كيف؟ يعني ما بعرف شو أقول لك، يعني مفروض يعني يكون في رقابة من وزارة الصحة والنقابة، تعاون مش بس علينا. نعم. وعلى الدكاترة وعلى المستودعات. يعني إحنا بنوجه نداء برشاشة قناة جسات الفضائية الأردنية لنقابة الصيادلة نحل هذه المشاكل، يكون في رقابة، يكون في اهتمام. اكيد يمكن قطاع الصيدلية يعني في الاردن اكيد بواجهوا مشاكل كبيره، يعني ذكرته سعد الدكتور نعم حافظ الديجان، اكيد مشكله كبيره. واحنا بدنا نسالك سؤال دكتوره نعم حافظ الديجان، هل انت مع سلسله هذه الصيدليات ومجموعه الصيدليات؟ نعم. يعني مع او ضد؟ يعني هي هذه كانها وجدت مشان تقضي على الصيدليات الصغيره. انا ما يعني انا ايماني بالله انه رزقي على الله مش عارف. اكيد رب العالمين. يعني احنا نحكي 7 مليون يعني احنا نحكي مواطنين 7 مليون في الاردن ما شاء الله. ف يعني سلسله هذه الصيدليات يعني انت مع او ضد؟ لا انا ما انا لا ما يعني مش بدي اقول لك انا مش مع ولا ضد. يعني بقدر اقول لك انه هي فيها اذى للصيدليات ولكن اللي بيؤمن بانه رزقه على الله ما بياثر عليه شيء. لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين. نعم. سعاده الدكتور نعم حافظ الديجاني، تطور قطاع الصيدله في الاردن هل هو متطور ام لا؟ لا هو بالنسبه لمثلا انا رحت على بلاد تل، لا احنا ما شاء الله عندنا الطب عندنا طب بشكل عام والصيدله يعني. نعم. انا بعتبره بالنسبه لي احسن من اي بلد ثاني. نعم. يعني حتى في مجالات عندنا الطب احسن من يعني ما تاخذ الفاسيلتيز الموجوده بالاجهزه برا، ولكن كاطباء وكأطباء يعني يوجد كفاءات، عندنا كفاءات رائعه. نعم. احسن من اوروبا واحسن من امريكا، انا هذا بنظري. نعم. وسمعت عن حالات وشفت حالات في امريكا وشفت حالات في اوروبا، لا ما شاء الله عندنا احنا اطباء ماهرين وعندنا كفاءات جيده، مش جيده ممتازه ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله للامام ان شاء الله لكل كفاءات وش من شباب من شابات تغيير ايضا. سعد دكتور نعم حافظ الديجاني، ما هي الطموحات والرؤيه المستقبليه لصيدليه نيبال؟ والله الحمد لله يعني انا شوف ان شاء الله تضلها مزدهره اكيد، وان شاء الله يعني ربنا يعطيني العمر او يبارك في عمري اني اقدر أضلني أشتغل فيها. والحقيقة أنا يعني الحمد لله لا أنا عملي فيها مش مادي، لا أني أنا بدي أكون مليونيرة ولا. نعم. بدي أبني قصور. نعم. لا أني أنا بكبري بتسلى فيها واحد يرضي رب واحد ومرضي ربي والحمد. نعم. لله أولادي أنا ما وجهت ولا واحد فيهم لهم يدرس صيدلة. نعم. لأنه أنا كثير تعبت فيها كثير تعبت فيها. الله يعطيك العافية والصحة يا رب ويطول عمرك. ساعة الدكتورة نعم حافظ الديجاني. نعم. احنا نقول أكيد صيدلانية الدكتورة نعم حافظ الديجاني. سعد دكتورة ننتقل لموضوع آخر، جيل الشباب والشابات أكيد دائما نحثهم على العمل. في ثقافة عيب لسه موجودة عندنا في الأردن، ما بدنا نتجه دائما لديوان الخدمة المدنية. حابين نوجه لهم رسالة توعية وإرشاد من سعادة الدكتورة نعم حافظ، سعادة الدكتورة والصيدلانية دكتورة نعم حافظ الديجاني تفضل. شوف أنا يعني أهم شيء للجيل الجديد إنه هو أن يتقي الله يجعل له مخرجا. أكيد. يحط أمام ناظره قبل مصلحته المريض. نعم. قبل المادة إيش بيقدر يفيد اللي قباله. نعم. إحنا هاي دراستنا إنسانية. نعم. فمش بس أفكر كيف بدي أعمل فلوس، لا أكيد هذه أهم إشي بوجه لهم إياها. نعم. يكون عندهم ضمير في تعاملهم مع المريض. نعم. لطف أكيد سلاسة. نعم. ورأفة. نعم.
صحيح. اكيد اكيد. سعد الدكتوره احنا بنقول دائما نجيل الشباب والشابات من صار على الدرب وصل لكل مجتهد النصيب. سعد الدكتوره نعم حافظ الدكتور والصيدلاني نعم حافظ الدجان. قبل نهايه هذا اللقاء احنا نعيش بمنظومه نعمه امن امان الحمد لله على نعمه من فضل رب العالمين فضل ايضا جلاله الملك عبد الله الثاني والجهات الامنيه والمعنيه. لو قدر لك ان تقبلت في هذه الايام مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القياده الحكيمه في ظل هذه القياده الرشيده في ظل هذه الظروف الاقتصاديه والسياسيه ماذا ستقولين لها سعاده الصدريني والدكتوره نعم حافظ الدجان؟ تفضل. مجدول لجلاله الملك او ذاك الشب من هذا الاسد اكيد مش هيك؟ اكيد الله يرحمه الملك حسين كان سياسي ومحنك وانسان يعني متواضع كان مع امته اكيد ما يعني ما كانش عنده الله. تكبر ولا كان عنده نظرة تعالي على شعبه نعم وان شاء الله جلالته زي الملك عبد الله مثله يعني ابنه بده يكون مثله ان شاء أكيد الله أكيد. واحنا الحمد لله الفضل لله سبحانه وتعالى ومن ثم لقواتنا وامننا احنا بخير ان شاء الله الله يديم الامن والامان على جميع الدول العربيه بشكر ايضا الجهات الامنيه دائما نسالهم دائما على راحه المواطن. سعاده الدكتور نعم حافظ الدجاني حابين نحدد للساده المشاهدين موقع صيدليه نيبال وارقام الهواتف للتواصل اكيد مع حضرتك. صيدلية نبال تقع في جبل الحسين شارع نابلس مقابل مستشفى الأمل للتوليد. أكيد أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة. رقم التليفون 5671560 وأي استفسار شخصي 0795565886 أو 0795665467 أكيد هذه الأرقام تظهر على الشاشة عند زميلنا ومدير التصوير السيد ضياء بدران. إحنا نشكرك سعادة الدكتورة نعم سعادة الصيدليني والدكتورة نعم حافظ الدجاني. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الصيدليني والدكتورة نعم حافظ الدجاني من صيدلية نيبال في منطقة عمان جبل الحسين. سعادة الدكتورة الله يعطيك العافية والصحة وشكرا لجهودك معنا. شكرا لكم للطفكم وتعاونكم. الله يعطيك العافية. والله يديم الامن والامان على بلادنا ويدخل عمر رجاله الملك عبد الله امين يا رب العالمين وذريته ان شاء الله يجعل الاردنيين كلهم بامن وامان امين. واحنا بنشكرك لدعمك لبرنامج انجازات وطنيه.